من التفوق الرياضي لإبداعات فنية متميزة بتعكس خيال 50 طفل من مصر والصين عن واحد من أهم المشروعات القومية وهي العاصمة الإدارية الجديدة. إزاي بيشوفوا العلاقات بين الشعبين المصري والصيني؟ خلونا نعرف بسنت تفاصيل أكتر عن المشاركة المصرية الصينية والإبداعات الفنية المختلفة من دكتور سلوى حمدي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية. بنقول لها صباح الخير دكتور سلوى. صباح الخير يا محمد، صباح الخير عليك وعلى بسن وعلى كل أسرة البرنامج وكل أهل مصر. طب في البداية كده حابين نتعرف من حضرتك على أكتر من معرض اللي تم إقامته ومكان إقامته، وإزاي جمع ما بين يعني إبداعات ورسومات الأطفال من مصر والصين. بص، هو معرض تصوير ورسم لخمسين طفل وطفلة مصريين وصينيين من أبناء البعثات الصينية العاملة في مصر، وهو كان تم التنسيق بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وقطاع الفنون التشكيلية والمركز الثقافي الصيني والشركة الصينية لإدارة الموهوبين بالقاهرة. الحقيقة كان مكان العرض جيب مناقشة كده بين دكتور وليد قنوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية وأستاذ أمير تدرس رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية لتحديد مكان للمعرض في أحد قاعات العرض، اللي جت فكرة أستاذ أمير تدرس بأن يكون المعرض في مدخل وزارة الثقافة في العاصمة الإدارية. ده لأن المعرض أصلا بيتكلم عن العاصمة الإدارية في عيون الأطفال، وهم بالفعل عملوا حالة من البهجة بأعمالهم في مدخل الوزارة. يعني طيب، يعني حابين حضرتك تكلمينا عن يمكن الأعمال المعروضة ورؤية أصحاب المراكز الفائزة وخيالهم يعني عن العاصمة وأبرز ما فيها. الأعمال المعروضة بتعكس رؤية الأطفال للعاصمة، فهتلاقي بقى في الشغل تنوع في الأشكال المعمارية، المباني الشاهقة اللي أصبحت تضاهي في العاصمة أجمل المدن العالمية والأوروبية والمدن العربية. هتلاقي تعبيرهم عن الأماكن النافورة، الأماكن الطبيعية. الحقيقة كان الاختلاف بين أعمال الأطفال الفايزين والأعمال العادية هو اختلاف في التقنيات الفنية بقى. يعني إيه؟ يعني في أطفال رسموا الرسوم العادية جدا، وفي أطفال كان خيالهم أوسع وكان اتحرروا من المسطرة في استخدام الفكرة. ألوانهم مختلفة، التقنيات كلها فنية يعني. طب دكتور، شعار المعرض هو المستقبل يبدأ من هنا، سر اختيار هذا الشعار؟ المستقبل يبدأ من هنا، أعتقد أن هي معنى شامل لآفاق المستقبل. لو قلنا المكان العاصمة الإدارية هي بداية مرحلة جديدة، لو قلنا الطفل هو المستقبل، هو البداية اللي جاية إن شاء الله. لو قلنا يعني التعاون بيننا وبين دولة الصين في أطر بروتوكولات جاية، خاصة وإن يعني مصر أصبحت دلوقتي في تعاون كبير بينها وبين الصين، دي بداية. فالمستقبل يبدأ من هنا، يبدأ من الطفل، من المرحلة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. طب إيه هي الرسالة اللي بتحملها خليني أقول اللوحات حول التعاون بين مصر والصين في المجالات الثقافية المختلفة؟ يعني تبادل على كل المستويات. يعني لما نقول إن الأطفال بيرسموا العاصمة، يعني ده تبادل ثقافي على كل المستويات. طب رؤية الأطفال الصينيين للعاصمة الإدارية في خلال من خلال لوحاتهم كانت عاملة إزاي؟ بصي، هي اللغة الوحيدة
اللي بتجمع الـ الـ الأطفال والكبار وكل دول العالم هي اللغة البصرية الفن. فهم شايفين ان دي حاجة يعني مهولة. استشعروا مثلا على سبيل المثال في بعض اللوحات اللي لفتت نظري، حضرتك لما تدخلي الحي الحكومي هتلاقي المداخل على شكل المعابد، في كده البنايات فرعونية، دي ده اللي بيميز الحي الحكومي. هم طبعا ما يعرفوش ان الحي الحكومي بالفعل التصميم الهندسي بتاعه على شكل مفتاح الحياة. صحيح. بيجي رأس مفتاح الحياة اللي هو كان اللي هو البرلمان، وبعدين مجلس الوزراء، وبعدين حي الوزارات. ده التصميم. هما طبعا ما عرفوش المعلومة، انما انا لقيت في رسومهم جميل هذا التعبير الجميل اللي هم بتلقائية شديدة جدا رسموه في احد الاعمال اللي واخده جايزة. هو حس الطفل ان هنا في حاجة، يعني في حاجة فرعونية. فهم نقلوا استشفوا باحساسهم الجمال في الطبيعي، الحدائق اللي اتعملت في العاصمة والنوافير اللي اتعملت في العاصمة والساحات الترفيهية، نقلوا ده بشكل بسيط طفولي بدون تدخل يعني. بالظبط، هي أجمل حاجة فيها الشكل الطفولي أو البراءة في التفاعل مع العاصمة الإدارية الجديدة. وزي ما حضرتك قلت إن الثقافة البصرية هي مشترك ما بين كل الشعوب والحضارات اللي في الدنيا. طبعًا. وده هيخليني أسأل حضرتك، هل ممكن نشوف خطوة أخرى إنه أطفال مصريين يروحوا في الصين إلى أماكن محددة ويستلهموا تجربة الصينية، يشوفوا بعض المعالم في المدن، بعض المعالم الحضارية في الصين، ويستلهموا بعيونهم المصرية الحضارة دي؟ هو بالفعل ده بيحصل. يعني هو في دلوقتي تعاون ثقافي كبير بين مصر والصين، والحقيقة في بعثات للكبار وللأطفال. اللي الكبار بتيجي عن طريق وزارة الثقافة على سبيل المثال، وللأطفال بيحصل عن طريق وزارة التربية والتعليم. والحقيقة هو أطر مفتوحة مهمة جدا، خاصة بعد دخول مصر يعني مشترك رئيسي في دول التريكس. صحيح. فلا في طبعا في يعني تعاون مهم جدا بيحصل، وفي طول الوقت أفواج بتروح وتيجي، وبقى في يعني ثقافة متبادلة حقيقية بيننا وبين الصين يعني. طيب، والمبادرات الثقافية المشتركة دي يعني هي طبعا بتساهم في تعزيز الثقافات ما بين البلدين، هل هنشوف مبادرات أكتر في الفترة الجاية؟ ده حقيقي كنا بنتكلم فيه مع مستر سامي يونغ اللي هو المستشار الثقافي الصيني قبل الافتتاح، وهو طول الوقت الحقيقة شغال معانا بشكل مكثف على الحكاية دي. في معارض للكبار مشتركة بيننا وبينهم، في فنانين بيعرضوا هناك زي ما في فنانين بيعرضوا هنا، وفي أطفال بتسافر زي ما في أطفال كتير بتيجي هنا ضمن البعثات الصينية يعني. طب حضرتك كمدير إدارة المتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية، الاهتمام بالطفل ونشر ثقافة الوعي الفني أو الوعي التشكيلي والبصري للأطفال من خلال متاحفنا، ده بيتم إزاي؟ هقول لحضرتك، بالنسبة للطفل هو يعني أولا في إجراءات على مستويين. تفضل. إن إحنا بنروح للأطفال عن طريق وزارة التربية والتعليم، يعني في ادارات مختصه بالتنشيط الثقافي اللي بتعمل ربط بين المواقع الثقافيه ووزاره التربيه والتعليم. فبيبقى المنهج احيانا بيتم في المتحف. والحاجه الثانيه ان الطفل بنستقبله مجانا، يعني الاطفال بنستقبلهم في المتاحف كلها مجانا. ده غير بقى مبادرات ذوي الاحتياجات الخاصه، ده غير مبادرات استقبال اللي هي بيوت بعض يعني بيوت الرعايه الاجتماعيه. صحيح. فلا في طبعا في حراك كبير تجاه الطفل تحديدا،
في المراكز الثقافية وفي المتاحف وفي المعارض. بيتعمل كل سنة بنالي للطفل وبيعلن عنه، وأصبح دلوقتي اللينك بتاعه معروف في كل الإدارات التعليمية، وبنلاقي عليه إقبال شديد لدرجة إن إحنا ما بنبقاش عارفين يعني كمية الأعمال اللي بتجيلنا كبيرة جدا، فبقينا نجيب أساتذة من الجامعات يساعدونا في اختيار الأعمال المنتقاة. فلا الطفل طبعا الحمد لله يعني في اهتمام كبير بيه في وزارة الثقافة. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة سلوى حمدي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية، وصباح الخير على حضرتك.